ابو علي، قائمه النادي الاهلي الموسم ده مين اللعيبه اللي هتخش بقى من المعارين؟ مين اللعيبه اللي هتكمل؟ مين اللعيبه اللي هتمشي وتتباع؟ الوضع ايه؟ بص، الاهلي قبل ماتش الداخليه كريم عشان انت عارف في لعيبه عقودها خلصت زي حسين ورامي وياسر، دول بيعتبروا لعيبه جداد، فكان لازم الاهلي يدخلهم القايمه قبل الماتش، فرفع القايمه بتاعته على السيستم في اتحاد الكره وضاف عليها الثلاث لعيبه الجداد، لكن ما ضافش امام عاشور ولا طبعا رضا سليم. لسه النهارده الاهلي اعلن عن الصفقه. الاهلي عنده في القايمه بتاعته مكانين بس، سايب مكانين بس فاضيين. هل الاهلي قفل قايمته كده؟ لا. انت عارف معاك وقت كبير تقعد ممكن تستبدل فيه، يعني من ضمن المفاجات بالنسبه لي ان الاهلي مأيد مصطفى البدري وقيد مصطفى البدري حسب ما سالت يعني، اتقال لي ان هو عنده عروض اعاره، فالاهلي مش هيخرجه الا لما يجي له عرض اعاره فيخرج مصطفى البدري من القايمه يبتدي الاهلي يضيف عليه حد. حلو. من المفاجات بالنسبه لي ان صلاح محسن وعمار ممكن كانت ورده، لكن صلاح محسن كانت قال ان الراجل معجب بيه والكلام ده كله. صلاح محسن وعمار على قائمه الانتظار مش في القائمه الرئيسيه بتاعه النادي الاهلي. سعد سمير ومحمد محمود الاهلي اداهم الاستغناء غير يعني مش موجهه، وده تقديرا من النادي الاهلي ليهم. ان انت عايز تروح اي نادي او عايز تلعب في اي مكان الاهلي مش يعني مش هياخد منك. ممكن اقول بسرعه حاجه، مش عايز اقطعك عشان تلحق تكمل معلومات، بس صلاح محسن حسب معلوماتي انه راجل لا رفضه ولا مقتنع بيه 100% وقعد معايا. هقول لك وعايز تفصيله قصه صلاح محسن، عايز يديله فرصه بس في فتره الاعداد، او عايز يديله فرصه في فتره الاعداد وبعد كده يشوفه. هقول لك تفصيل. الاهلي لو شريف، ويمكن شريف عرض رحيله من النادي الاهلي اترفض، لو شريف مشي او كهربا جاله عرض مثلا كان عنده رغبه ان يطلع سنه اعاره يعوض فيها الفلوس اللي اتدفعت او اللي دفعها او السهم بيها في قصه، صلاح هيخش مع المهاجم الاجنبي وشريف او كهربا. تمام. فشريف قاعد فلسه موضوع كهربا ما اتحسمش، هل كهربا ممكن يخرج اعاره ولا سنه؟ لا. طيب صلاح محسن في الحاله دي هيخش القائمه. ده اللي اتقال لي نص. ماشي، عشان الوقت معايا. احنا دلوقتي الاهلي جاب رضا سليم، جاب امام عاشور، مين تاني؟ مهاجم، هيجيب مهاجم طبعا، وفي كلام على باك شمال تحت السن. اه الاهلي بيفكر جديا في باك شمال تحت السن يبقى موجود مع كريم الدبيس، الراجل اقتنع بيه مؤخرا وشايفه يكمل بعد رحيل محمد اشرف لزد وعلي معلول. حلو. فالاهلي بيفكر في لعيب على غرار كريستو كده، يجيب لعيب تحت السن في مركز الباك الشمال. وفي اكتر من لاعب كويس وسي في كويس وعاملين اداء كويس، فممكن يخشوا في المصريين ولا اجانب؟ اجانب، أجانب تحت السن. اجانب تحت السن. بالنسبه لي سعد زي ما قلت لك الاهلي خلاص يعني حصل جلسه حسب ما سمعت مع سعد ومسؤولين في الاهلي، وسعد بيتم اعداده ككادر زي وليد سليمان دلوقتي في النادي الاهلي كده. حلو. فسعد بره، هو محمد محمود. في اللعيبه اللي خرجت لزد كلها بلا استثناء بيع. تمام. مع وجود شرط في عقدهم، مصطفى ميسي بقى واشرف ومصطفى فوزي ان هم ممكن يرجعوا تدفع مبلغ معين زي شكري. طيب. كده.